اللايف ده مختلف عن كل الفيديوهات اللي بنعملها. اللايف ده هنتكلم فيه جد شوية. في موضوع كده كنت عايز اتكلم معاكم فيه. الفترة اللي فاتت ظهر فيديوهات بقى لها 3 4 ايام كده ترندنج، ودايما بيتعمل عليها كوميكس وميمز، كلكم شفتوها. كل الفيديوهات دي فيها حاجة مشتركة، اصحاب الفيديوهات دي تقريبا بيعانوا من خلل في الاعصاب وذهول وحالة عدم استيعاب للمؤثرات الخارجية. انا شخصيا شاكك ان في فيروس منتشر هو اللي بيعمل كده في الناس دي. عايز اسمع رايه. لا لا لا، موضوع المخدرات والكلام ده انا شفت فعلا فيديوهات نازل عليها عنوان مدنوه بديل من المخدرات وكلام فاضي من ده. انا ما اظنش ان الكلام ده حقيقي، لان هتلاقوا في الفيديوهات اللي انا سايبها لكم اطفال صغيرين وناس كبار في السن، فاظن موضوع المخدرات ده مش طبعا خالص. لا ترافيك ايه بس؟ اولا انا مش محتاج ترافيك، ثانيا انا اصلا دكتور، انت بس اللي مش متابع الفيديوهات القديمه. يعني ايه وراي؟ معلش يا جماعة، أنا آسف جدا على اللي حصل. معرفش أنتوا شفتوا اللي حصل ده ولا لأ. فيك؟ فيك إزاي يعني؟ وهعمل كده ليه مش فاهم؟ والله يا جماعة اللي عايز يصدق يصدق، اللي مش عايز هو حر. اعمل كده في الناس، فيروس بينتشر. أنت مش محتاج تعمل الفيلم ده كله عشان ما تاخدش بنتك. صدقيني أنا هل الموضوع خطر جدا. أنت إيه؟ ما بتحسش؟ انت بنتك دي ما شفتهاش من اكتر من شهرين، ما وحشتكش؟ مش كفايه ابنك اللي بيتعامل خلاص على انه ابوه مات؟ ليه يعني ان شاء الله؟ هو مفيش حد في الدنيا ابوه مسافر ولا مشغول؟ بس الاب المشغول ده دايما بيحسس ولاده انه موجود. تقدر انت بقى تقولي وتفهمني انت بتعمل لهم ايه؟ مهما حاولت افهمك مش هتفهم اي حاجه، فناخدها مقصره وكل واحد يخليه في حاله احسن. طب انت ما فكرتش لما اصحاب ولادك يسالوهم بابا بيشتغل ايه هيردوا يقولوا ايه؟ بعد ما بابا كان دكتور جراح قد الدنيا بقى يوتيوبر؟ والله كفايه عليك دكتور واحد، وبعدين اسمها انفلونسر. والنبي انت مش مكسوف من نفسك؟ نهال انت كده بتسخفي وبتزوديها. لا بزود ولا بنقص، انا كل اللي يهمني في الحوار ده كل ولادي اللي هم للاسف ولادك انت كمان. ليلى خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. انت ماشيه يا ماما؟ يا حبيبتي انا ماشيه، وبابا قال لي انه مبسوط قوي انك هتقضي معاه اليوم النهارده، وانه كمان هياخدك البحر تلعبوا مع بعض هناك، مش كده يا ياسين؟ كده يا ريت لو سمحت لو وقتك يسمح تبقى تكلم ابنك بعد الماتش تطمن عمل ايه. معلش لو فتح لايف او حاجه ابقى استاذن من الفولورز بتوعك قول لهم دقيقه بس هطمن على ابني وارجع لكم على طول، اكيد مش هيزعلوا. خلي بالك من نفسك حبيبتي. ماشي يا ماما. ابوك مفايق فيديو عشان يطلع ترند. قرفت منه خالص، بيقول لك ان في فيروس كتير بيجنن الناس. بص بص انت ابوك طلع كلب لايكات. يلا زين بلال، انتوا الاثنين اتوقفتوا الماتش الجاي. ليه يعني وانا عملت ايه؟ انت بالذات بقى تسكت خالص لحد ما تتعلم تبقى محترم. لا على فكره، هو احنا هنا مش في البيت وانتوا مش هتربيني، انا اتضربت وعايز اخد حقي. امشي يا زين دلوقتي. استنى بلال انا عايزك اقعد. انا عارفك كويس وعارف انك لا يمكن تعمل كده الا لو كان فعلا زين استفزك، بس ده مش معناه ان الطريقه اللي انت استخدمتها دي صح. وسيب حقي؟ حقك لازم تاخده، بس مش بالطريقه دي. الغضب يا بلال عمره ما بيرجع حقه وهيخسرك كل حاجه. انا عارف كويس ان موضوع باباك مؤثر عليك، بس انا عايزك تركز في تمرينك. انت ليك مستقبل كبير قوي واحسن لاعب عندي في الفرقه، وابعد خالص عن السوشيال ميديا، وبناقص يا سيدي تتفرج على فيديوهات بابا، وبلاش كمان تشوف التعليقات اللي بتتكتب عنده.
الحقونا يا جماعه، بابا قافل علينا باب الشقه بمفتاح وعمال يكلم نفسه مش بيرد علينا ويكرر الكلام ده، بيكرر نفس الكلام. مساء الخير. مساء النور. انا الدكتور ياسين المصري. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا كنت جيت الشركه هنا قبل كده اديت محاضرات. تمام. وكان اللي انتدبني دكتور سعد الانفي، كنت عايز اقابله ضروري لازم. حاضر هقابله يا فندم. كل الفيديوهات دي فيها حاجة مشتركة، أصحاب الفيديوهات دي. دكتور ياسين. شروق إزيك؟ الحمد لله كويسة. إزاي الولاد وأنجل صلاح؟ الحمد لله كلنا بخير. إيه مالك يا شروق في إيه؟ أنا لسه كنت هحاول أوصل لك، ومتأكدة إن أنت جيت تشوف دكتور سعد لنفس السبب. أنا شفت اللايف بتاعك وشفت الفيديوهات اللي أنت نزلتها عن الحالات. بصراحة أنا قلقانة جدا. قلقانة من إيه؟ علشان الأعراض مشابهة جداً لأعراض الفيروس الافتراضي اللي الشركة هنا بتعمل عنه أبحاث. صحيح إحنا كتير بنعمل أبحاث لفرضيات ما بتتحققش في الواقع، بس اللي عرفته إن من فترة مصانع الشركة جات لها أوردرات من برة علشان يصنعوا لقاح للفيروس. هيعملوا لقاح لفيروس مش موجود؟ واللي عرفته كمان إن هو بيتصدر على برة أول بأول. آخر كمية طلعت من هنا من يومين اتنين، وفي غيرنا 8 فروع في العالم بينتجوه. بينتجوه إزاي؟ أنت متأكدة من اللي بتقوليه ده؟ دكتور ياسين. اتفضل. مش عيب لما دكتور كبير زيك وشوية فيديوهات على السوشيال ميديا تعمل فيه كده؟ يا فندم الفيديوهات اللي بتتكلم عنها دي فيديوهات مرعبة، حالات غريبة ومتشابهة بتظهر في حتت مختلفة في العالم في نفس الوقت، وفي حالات منها ظهرت عندنا هنا في مصر وأعراضها متشابهة جداً مع أعراض الفيروس الافتراضي اللي تمت عليه أبحاث هنا في الشركة واللي أنا بنفسي شاركت فيها. لنفرض إن اللي بينتشر في العالم ده فيروس خطير ومرعب زي ما أنت بتقول، وإننا أنتجنا اللقاح بتاعه، ده معناه إننا شركة ناجحة، لأننا أنتجنا اللقاح وتعلمنا من كوفيد-19 وشاركنا في إنقاذ البشرية، ومعناه كمان إنك اشتركت في إنقاذ العالم من فيروس خطير. قصدك اشتركت في جريمة تصنيع فيروس مميت؟ أنا ما اسمحلكش توجه اتهامات للشركة. طيب يا سيدي أنا آسف، فهمني أنت تيجي إزاي؟ إزاي كنتوا متأكدين إن في فيروس هينتشر عشان تصرفوا الملايين دي كلها في تصنيع لقاح؟ إلا لو كنتوا متأكدين إن فلوسكوا هترجع لكم أضعاف أضعافها. أنت عارف أنتوا كده ممكن تكونوا اتسببتوا في إيه؟ مش بس في صنع إنفلونزا مهجنة بتنتشر بسرعة فلقاحكم يتباع أسرع والمكسب يبقى أكبر وتخلص الحكاية على كده. أنتوا هتبقوا السبب في انتشار فيروس مدمر عمر ما البشرية شافته ولا هتشوفه. محسن ياسين في ايه اللي بيحصل؟ الحاله اللي كنت عنها الصبح ماتت. ماتت؟ طب ايه سبب الوفاه؟ مش عارف، في حاجه غريبه جدا حصلت مش عارف في ايه. تعالى اوريك. هي فين الممرضه دي؟ الممرضة فوق حجزها لحد لما نيبة تيجي. عايز ابص عليها. ايه ده؟ اهلا بنجم اليوتيوب. ازيك يا دكتور سيف؟ خير. ايه سبب الزيارة المفاجأة دي؟ مفيش، دكتور ياسين جاي يشوف الحاجة الغريبة اللي ظهرت دي يا دكتور. والله رديت عنها اخيرا. موضوع خطير يا سيف.
طبعا الحاله خطيره، بس ده فيروس زي اي فيروس. انا مش عارف انتوا مكبرين الموضوع كده ليه، فيروس ولا ايه له علاج؟ ما اعتقدش. الاعراض المتشابهه اللي ظهرت في حتت مختلفه في العالم بتقول ان احنا ممكن نكون قصاد وباء مش فيروس عادي. عموما يا رب كلامك يكون صح، وريني الممرضه. يعني البلد كلها بتقول عليه مجنون وانت مفروض دكتور وفاهم، تصدقه؟ مش نخسر حاجه يا دكتور، خلي اذنك. يلا يا دكتور. ده اللي انا كنت خايف منه، الممرضه تعبت من الحاله. لما رأي سليم، مفيش اي ورم في المخ، والاي جي شكله فايرال انكيفالايتس، نفس الاعراض ظهر عليها، ونتيجه تحليل السي اس اف بتاعتها هتاكد كلامي. ايوه بس هي اتعالجت ازاي؟ فكرت في كل الاحتمالات، هتجنن. كل المخالطين للحالتين ما ظهرتش عليهم الاعراض دي. الغريب ان المصاب ولا بيسخن ولا بيتالم ولا بتظهر عليه اي عرض من اعراض الهيربس او اي فيروس من الفيروسات اللي بتصيب المخ، ولا اي عرض من اعراض اي امراض احنا عارفينها. يعني لا بيتنقل باللمس ولا بالتنفس، لا ايربورن ولا دروبلت. امال بايه؟ ممكن من الاكل والميه؟ برضه في ناس كانوا وشربوا من نفس اكل وشرب المصابين وما حصلهمش اي حاجه. احنا لازم نعرف الفيروس ده بيعدي ازاي في اقرب وقت، قبل ما الناس كلها تتجنن وتبقى كارثه. ايه اللي انت عملتيه ده؟ اتجننتي؟ المريض اللي في اوضه 63 فاق يا دكتور. المريض اللي فاق؟ انطعي، ايه المصيبه اللي انت عملتيها دي؟ المريض اللي في اوضه 63 فاق يا دكتور. بابا قافل علينا من الشقه بمفتاح. وبيكرر الكلام، وبيكرر نفس الكلام. المريض اللي في غرفه 63 فاق يا دكتور. محدش بياخد اكتر من نصيب، محدش بياخد اكتر من نصيب. ليلى. راح فين يا استاذ؟ انا جارهم هنا وبنتي موجوده جوه. اتفضل. ليلى. ليلى كويسه يا حبيبتي؟ في ايه يا حضره الظابط؟ حضرتك مين؟ انا جارهم هنا، دكتور ياسين المصري، دكتور جراح مخ واعصاب، وكنت سايب بنتي معاه. واضح ان الادويه اللي كان بياخدها دي جابت له حاله اكتئاب ادت لانتحاره. في حاجة يا دكتور؟ أصل أنا شاكك بحكم مهنتي إن في فيروس هو اللي بيسبب حالات الجنون والانتحار اللي انتشرت اليومين دول. أنت بقى الدكتور اللي عامل الفيديوهات اللي قلب الدنيا بتاعت الفيروسات. فيروس إيه يا سيدي بس؟ فضل الله ولا فالك. على العموم تقرير الطب الشرعي هيبين كل حاجة. شد حيلك يا مدام. أنا خايفة يا بابا. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، ما تخافيش، أنا جيت خلاص. ما تخافيش. مش ناوي تضحك في وشي بقى؟ ده انا حتى عروسه. بابا انا عارفه انك زعلان مني، بس صدقني ده قرار الصح ان انا كان لازم اخده من زمان، من قبل حتى ما اعرف ياسين. على الاقل كنت لقيت حد يقف جنبي وجنب الولاد بعد اللي حصل لعلي. هو انت متخيل ان كان سهل عليا اقف تاني على رجلي وارجع اخد بالي من البيت ومن الولاد ومن الشغل، واخد بالي من ماما اللي كانت تعبانه في نفس الوقت، ومن حضرتك كمان لوحدي؟ الناس كانت فاكره عشان ببان قويه ان انا ما زعلتش على علي قد ما ياسين زعل عليه، مع ان علي لما راح قلبي سابني وراح معاه، وبقيت دلوقتي من غير قلب. عشان كده هتجوز صيف، لان اللي باقي من عقلي بيقول لي إن ولادي محتاجين أب ياخد باله منهم ويخاف عليهم، مش أب بيحبهم بس مش شايفهم. أنا عايزاك توافق عشان خاطر ليلى وبلال، مش عشان خاطري. ايوه بقول لك متاكد من الكلام ده. لازم يا حسام تبلغ الوزاره في اسرع وقت، الوضع ممكن يبقى خطير. طب بيتنقل ازاي يا دكتور ياسين؟
مش عارف مش عارف هتجنن. طب انا هوصل كلامك ده، ويا ريت اول ما توصل لحاجه تكلمني على طول. اكيد اكيد طبعا. شدي حيلك. انا مش فاهمه حاجه. كنا كويسين، ملك خدت اجازه من المدرسه، جينا يومين، ويا ريتنا ما جينا، يا ريتنا ما جينا. ربنا يصبرك يا مدام فريده، واسف جدا اني بتدخل، وعارف والله انه مش وقته، بس ممكن تقولي لي ايه اللي حصل بالظبط للاستاذ عمرو الله يرحمه؟ كان متغير الفتره اللي فاتت، بيصدع كتير قوي، مفيش حاجه نافعه معاه، مش بيركز، بينسى كل حاجه، حتى الصلاه كان بيفوتها، عمرو ما كانش بيفوت فرض، ما كانش بيبص لي، ما كانش بيقرب لي، بخش له ولا قاعد بيعمل فويس نوتس، بيصور نفسه فيديوز، لما بقرب منه بيسكت وما بيكملش. كلمت له دكتور امراض نفسيه وعصبيه، اداني ادويه لحد ما نروح له، حالته ساءت، ما بقاش كويس. حتى ملك اللي كان روحه فيها الله يرحمه، ما بقاش بيتكلم معاها ولا بيلعبها ولا بيجي جنبها، البنت بقت بتخاف منه. شوفي يا مدام فريده، انا شاكك ان اللي كان عند استاذ عمرو الله يرحمه مش حاله اكتئاب ولا حاجه، ده فيروس. ايوه انا شفت حضرتك بتتكلم في الموضوع ده في اللايف بتاعك. طب هو الفيروس ده بيتنقل ازاي يا دكتور؟ مش عارف، بس لو كان بيجي باللمس او التنفس كان زماننا كلنا تعدينا. طيب انت كنت بتقولي انه استاذ عمرو الله يرحمه كان بيسجل فيديوهات على الموبايل، ممكن يعني لو ما فيهاش تطفل اشوف الفيديوهات دي، جايز تساعدنا نفهم اي حاجه عن اللي بيحصل؟ اكيد، اتفضل. ده موبايل عمرو. انا مش عارف اللي بيجرالي، انا بنسى كل حاجه، بسجل عشان افتكر، انا تعبان بنسى كل حاجه، عناية بتاكلني، انا تعبان جدا مصدع مش قادر. طيب انت بتقولي انه كان كويس وانتوا في القاهرة قبل ما تيجوا على هنا، صح؟ مظبوط. يعني في حاجة حصلت هنا هي اللي تسببت في كل ده. طيب ما تعرفيش هو هنا كان بيقابل مين؟ بيروح فين؟ عمرو ما كانش بيروح غير السوبر ماركت. باشمهندس، باشمهندس إبراهيم طلبك. يا أستاذ، يا أستاذ أنت معطلنا. يا أستاذ أنا بكلمك، لما أكلمك تبص لي. خلاص 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 يا بهوات، معلش يا استاذ عمرو، اسمح فيا انا. اتفضل. الطلب بتاعك. ايه قلة الذوق دي؟ معلش يا استاذ عمرو. احنا اسفين يا استاذ عمرو، معلش، هو امورنا. بس يا ابني انت مجنون. بس يا ابني الصوت ده بينرفزني. بتعمل ايه؟ احمد فوت على جوه بسرعه. في ايه يا شوف سيد؟ مالك مالك يا شيف؟ تعال تعال سيب السكينه، سيب السكينه، تعالى معايا. ما عرفتش اطلع باي معلومه من مامته، قعدت تصوت في وشي وطلتم وتقول سيبوني في المصيبه اللي انا فيها، حرام عليكم. احمد اتلبس جارهم وخطيبته بتاع الكشك، كلهم بيقولوا نفس الكلام، انه في كام يوم اتحول من واحد لواحد تاني خالص، بس كلهم شاهدين ان هو بتاع ربنا وكل الناس بتحبه. الجيران بقى بيقولوا ايه؟ ان وقت الجريمه كان قافل على اخواته بالمفتاح، ما كانش بيرد عليهم وهم بيدخلوا جوه الشقه من الغاز، ولما امه رجعت انهارت وقعدت تصوت وهو ولا هو هنا، بس هم بقى بياكدوا ان شكله اتغير، كان متنح وعينيه هربانه، وبياكدوا بياكدوا ان هو اتلبس. بقول لك ايه؟ ما تيجي نمشي من هنا. اتفضلوا، الزياره جاهزه، بس خلي بالكم.
أحمد، أنا عارفة إنك خايف، بس صدقني أنا هنا عشان أساعدك وأقف جنبك. أنا عايز أعرف منك الحقيقة، وعايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط، يمكن أقدر أوصلها للناس ويطلع عندك عذر وأساعدك. مفيش فايدة، إحنا كده بنضيع وقت، يلا بينا نمشي. يا جماعه الكل يلبس فيس شيلد او اي نظاره، غطوا عينيكم، الفيروس بيتنقل بالنظر. اتفضل. بلغ دكتور علاء بالكلام ده وخليه يتاكد ان الكل ملتزم. تمام يا دكتور، استاذنك. دكتور الفيس شيلد خلص، شوفي تاني في المخزن اللي في الجراج واعملي طلبيه بسرعه. طب حضرتك محتاج قد ايه؟ هاتي كل اللي تلاقيه. طب لو لقيت كمامات اجيبها؟ الكمامات ملهاش لازمه، لازم فيس شيلد او اي نظاره. شوفي عياده العيون، هاتي كل النظارات الطبيه اللي موجوده، ها؟ واللي ما يلاقيش حاجة إن شاء الله يغطي عينه بحتة قماش. حاضر، أوكي دكتور. أيوة يا ياسين. أيوة نهال، الفيروس بيتنقل بالنظر، بلغي كل اللي تعرفيه، لازم تغطوا عينيكم، فيس شيلد أو نظارة أو أي حاجة، وأنت كمان خلي بالك الموضوع جد مش هزار. طيب وبلال وبابا وليلى؟ ليلى عدي خديها من عند أنكل، وبلال كلمته ما ردش، بس سبت له واتساب عشان ياخد باله، ولقيته بعت لي مسج من الصبح انه كويس ورجع باتوبيس النادي. اول ما يرجع هجيبه ونتقابل كلنا في البيت. طب ما تفهمني يا ياسين انت عرفت منين؟ معلش احكي لك كل حاجه لما اشوفك. ها دلوقتي مش هينفع، يلا مع السلامه. ماشي ياسين، مع السلامه. ازيك يا دكتور ياسين؟ اهلا يا دكتور حسام. معقوله الكلام اللي انت بتقوله ده؟ غريبه قوي ان الفيروس اتنقل بالعيون، مفيش حاجه اسمها مواجهه تنقل فيروس، الكلام ده مش علمي. الطاقه الكهرومغناطيسيه اللي بتخرج من عين للعين هي اللي ممكن تكون محمله بالفيروس. انا عارف ان الكلام ده ما درسناهوش في الطب، بس ده الاحتمال الوحيد لانها العدوى. بص ده عالم صيني متبني نفس النظريه، وده عالم فرنساوي قال تقريبا نفس الكلام من اسبوعين. هبعت لك كل اللينكات دي، بس دلوقتي لازم نتحرك بسرعه، ولازم وزاره الصحه تعلن بيان رسمي بده. الاصابات بتزيد بشكل مش طبيعي، صدقني يا دكتور حسام الوقت مش في صالحنا. حبيبتي مفيش حاجه اسمها فيروس بتنقل من العين للعين، ياسين مكبر الموضوع حبتين، الظاهر موضوع الترند ده عجبه. ما تخليهوش يخوفك ولا يخوف الولاد. المهم هنتعشى سوا النهارده؟ ورايا حاجات كتير قوي يا سيف، والدنيا مقلوبه عندي في الشغل بسبب موضوع الانتحارات الكتير ده، ولو عرفت اي حاجه جديده عن الفيروس الجديد ده يا ريت تعرفني. برضه؟ حاضر يا ستي عشان خاطرك. استني. انتوا كلكم لابسين فيس شيلد ليه؟ أمل بتوزعهم بره، الدكتور ياسين بأكد علينا ما نقلعهمش حتى واحنا مروحين. ياسين احنا اتبعنا سير الحالتين وعملنا حصر كل اللي صرفه والمرضى والزوار اللي اختلطوا بيهم قبل وبعد ظهور الاعراض، ما نقاش في كمان باسمائهم. يتعزلوا فورا. اوكي. ولازم كل الدكاتره والممرضين اللي في اجازه يرجعوا، احنا محتاجين الطاقم الطبي كامل، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. لازم كل المخالطين يبقى في متابعه ليهم 24 ساعه. طب واحنا؟ يعني انا اتخانقت مع عفاف وانت رحت كشفت عليها؟ الطاقه المحمله بالفيروس عشان تتنقل من عين لعين لازم يكون في اي كونتاكت من قريب. ما اظنش ان ده حصل. وبالتالي احنا كمان كلنا كنا لابسين نظارات. الحمد لله. ومع ذلك برضه هنتابع نفسينا طول الوقت. واللي هيحس باي اعراض فينا هيعزل نفسه فورا. ونتابع المخالطين لينا كمان. انا هروح اتابع الاجراءات الاحترازيه وارجع لكم تاني. ماشي. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ هو انت لسه ماشي ورا كلام المجنون ده؟ سيف اهدى لو سمحت. اهدى ايه وزفت ايه؟ فيروس ايه اللي بيتنقل بالنظر؟ هو انت جاي تطلع عقدك علينا هنا ولا ايه؟ اتفضلوا كل واحد يشيل على وشه ده ويروح يشوف شغل. انت كده بتعرض حياه الناس للخطر. انت اللي شكلك نسيت الطب يا دكتور. مفيش تشخيص مظبوط بيجي بالاستنتاجات. وطالما مفيش ساينتفك ايفيدنس يبقى ما ينفعش ناخد اي رد فعل عشوائي وبعد كده نرجع نندم عليه. مش ده اللي درسناه في الطب يا دكتور ولا في حاجه تانيه؟ ولا انت لسه فاكر نفسك الدكتور العالمي اللي ما حصلش اللي من احسن 100 جراح في العالم؟ الكلام ده كان زمان. انت دلوقتي موقوف عن العمل وموقوف بسبب تقصيرك واهمالك سببت في موت مريض. ناخد رايك بصفتك ايه دلوقتي؟ انت اللي المفروض تمشي بره المستشفى دي حالا.
انت اللي وجودك هنا خطر. انت ايه اللي انت بتقوله يا جماعه؟ مفيش داعي للكلام ده يا دكتور، احنا في مركبه واحده يا جماعه، في ايه؟ هو انت ما شفتش اللي حصل هنا في المستشفى؟ بلاش، ما شفتش الفيديوهات اللي منتشره في كل ايوه فيديوهات. قول كده بقى، الشو ده بقى يا دكتور تروح تعمله هناك في فيديوهاتك مش هنا على حساب ارواح الناس. انا ماسك نفسي بالعافيه ومش هرد عليك عشان ده مش وقت تصفيه حسابات. انما سيف. والله في ظروف دكتور سيف، اتوبيس نادي الشباب وهو راجع من الغردقه على المقر بتاعه اللي جنبنا هنا، الاتوبيس اتقلب وفي حالات كتير حرجه. انت بتقول نادي الشباب؟ ايوه. حضر لي اوضه العمليات بسرعه. بلال 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 بلال، كابتن نادر، كابتن نادر، بلال فين؟ بلال هو مش بلال، هو جرى له حاجه؟ بلال ما كانش معانا في الاتوبيس. يعني هو ما ركبش الاتوبيس؟ هو بعت لي رساله وقال لي بابا هيجي ياخدني. الحمد لله الحمد لله. سيف، بلال مش معانا، بلال لسه هناك في الفندق، انا هروح اجيبه واجي. ها ما تجيبش سيره النهال باي حاجه. للاسف عنده كسر مضاعف، هنضطر نلبس رجله. بس عندك خبز يا حبيبي، نزلتك اتفضل. يكفيني دكتور، هبعت المرضى حالا تجيلك. مش عايز بني ادم موجود هنا يقلع الفيشيلت، كلهم يلبسوه. حاضر كلهم، ولو اي حد لقى كريم يتعزل فوره ومحدش يقرب منه. حاضر يا دكتور. هتخرج بره المستشفى يا دكتور؟ لا ما اعتقدش، لا الكاميرات بتاعتنا مغطيه كل البوابات ومفيش اي اثر له لا دخول ولا خروج من ساعه ما دخل في حادثه الاوتوبيس. هتكون رايحين يعني بص ملح ودايب يا جدعان. على كده لازم نتابع كل المخاطين ليه، لانه ممكن يكون اتعدوا بس لسه الاعراض ما ظهرتش عليهم. في كذا منظمه بدات تطلع بيانات ولسه جاي لي ايميل بيؤكد ان الاعراض بتختلف من شخص للتاني، كل واحد حسب سنه ومناعته وحالته النفسيه. وقريت بحث بيقول ان اكتر الناس معرضه للخطر وبتتعدي هم اللي حالتهم النفسيه سيئه، بيقدموا على الانتحار. ربنا يستر. انا عايز اعرف يعني مش لاقيين كريم؟ ابني لازم يظهر، انتوا المسؤولين. يا استاذ انا يؤسفني ان انا ابلغك ان ابنك غالبا اتصاب بالفيروس الجديد. فين كابتن نادر؟ ازاي يسيبه كده؟ كابتن نادر نفسه لازم يخش العزل مع المخالطين للحالات المصابه. استاذ تحب تشرب ايه؟ استاذ من غير ما بتكلمك يا استاذ. لا 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 من فضلك ما تبصيش في عينيه ولا حضرتك. انت تاني؟ الراجل ده عيان لازم يغطي وشه يا اما يعدينا كلنا. غطوا عينيكم باي حاجه. البس الثمين الماسك ده من فضلك، ارجع مكانك لو سمحت. يا جماعه غطوا عينيك. حسين انا متاكد ده عيان وهيعدينا كلنا، يغطي وشه باي طريقه. بعد اذنك ارجع مكانك. انا بتكلم لمصلحتنا كلنا، الراجل ده لازم يغطي عينيه باي طريقه. يا استاذ لو سمحت. اتفضل. معلش احنا بنتاسف لحضرتك جدا، يا ريت تقبل اعتذارنا. In the first 2 days alone, there was over 5,000 cases. And in 1 week, there was more than 50,000 cases detected worldwide. The speed of the spreading is unbelievable. If it continues like this, we won't be able to control it. Although there is a similarity in the structural characteristics of COVID-19 and COVID-25, we haven't had any recovered cases from COVID-25. So what that means is we can't even extract the antibodies from it that we used in the past in the healing process of COVID-19. The fatality rate that shocked the world was at 3% at its highest. Do you have the courage to face the world and tell them this? That the new coronavirus is back to kill you all? That we don't have for you any treatment or vaccines or solutions? Wait, there are plenty of countries that are already using face masks and eyeglasses for protection. In the history of mankind, there has never been a virus that has been directly transmitted from eye to eye through staring at others. There's no scientific reference to this. This is a study on the relationship between the invisible electromagnetic waves known as Schumann
And it proves that these waves come from several places in the human body. And the eye is the most sensitive place from here. So there's a possibility that virus is formed and transmitted from these waves. This is nonsense. We have no time to wait for the studies and reports. The human race is in great danger. We need to act now. الفيروس هو اللي عمل فيها كده. الفيروس بيهاجم الدماغ وبيسبب حالات عصبية واحيانا بيوصل المريض انه يؤذي نفسه بالشكل ده. واحنا كده اللي بنساعده ينتشر. قلت لك نغطي عينينا. يا جماعة اسمعوني كويس. كله يهدى ويقعد مكانه. واللي مش لابس نظارة يحط ماسك النوم اللي هيلاقيه قدامه على الكرسي. واللي ما قداموش يحط اي حاجه على عينيه، المهم يغطي عينيه، اي حاجه ان شاء الله حتى دي. ماشي؟ واذا سمحتوا اي حد قرب من المضيفه يخليه على الشمال وباقي الناس خليها على اليمين. البس الماسك بسرعه. الكلام ده للكرو كمان. واضح ان في ناس ما استوعبتش اصلا اللي انا بقوله. وباين عليها اعراض الزهور، بص. يعني كده في ناس مصابين بالفعل، الناس دي لازم نفصلهم بعيد حتى عن المخالطين، يعني عايزين نعزلهم في حته لوحدهم، حتى لو الكلام ده في اخر الطياره. في ايه؟ زاهر مين؟ طيار. استنى بس يمكن يكون مصاب. سلمى المضيفه هي اللي دخلت لنا الاكل. يبقى اكيد اتصاب، معاك حاجه تحطها على عينيك؟ نظاره شمس تنفع؟ تنفع، يلا. تعالى ورايا. شغل الاوتو بايلوت بسرعه. تمام. شيل معايا. انت طبعا اللي هتعمل لاندنج بالطياره. لا مش هعرف، صعب جدا، دي لسه رابع مره ليه. ما قدمناش حل تاني، مفيش وقت للتفكير، لو ما عملتش كده كلنا هنموت. صعب. انا متاكد انك هتقدر. يلا. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. امال الطيار فين؟ تعيش انت. ربنا يرحمه. هو اشمعنى الناس كلها لابسين فيس شيلدز؟ وزاره الصحه نزلت بيان ان كل اللي بيحصل ده بسبب فيروس بينتقل عن طريق النظر. الحمد لله. ربنا يستر. سيادتك عايز مني حاجه ثانيه عشان انا مستعجل بس. حضرتك محتاج تريح عشان الجرح. لا انا خلاص كويس، وبعدين ابني في مكان هنا لوحده محتاج اروح اجيبه، يعني لو ينفع بس حضرتك تطلع معايا عربيه لغايه الشارع. خد يا ابني. وصله مكان ما هو عايز. انا مش عارف انا عملت كده ازاي. متشكر جدا. هو انا فضح. ايوه يا حبيبي انا لسه واصل اهو. ايه؟ طب انت في اوضه كام؟ في ايه؟ انت كويسه؟ وازاي تخرجي كده؟ دكتور مدحت. ماله مدحت؟ فين؟ هشوفهولك. حاضر. ايه اللي حصل؟ معرفش، هو سابني فجأة وفي ممرض دخل، انا مش عارفه هو عايش ولا ميت. ممرض؟ ادى لنفسه حقنه. فين الكلام ده؟ معرفش، في اوضه في الدور التالت. سعاد خدي بالك منها قبل ما اجي. انا هرجع لك بسرعه. بعد اذنك. عايش بس متخدر. شوفوا هو خالد مين وخدوه بسرعه على الحجر الصحي. تمام. يلا يا دكتور بسرعه. هنا لحد امتى طيب؟ انا لازم اروح. امي عيانه لوحدها في البيت، ومن ساعه الفيديوهات اللي ظهرت دي وهي مرعوبه، زمانها هتتجنن عليا. بصوا الساعه بقت كام ولا حس ولا خبر، زي ما يكونوا هيدفنونا هنا بالحياه. انت كويسه؟ حاسه بحاجه؟ يا ماما.
حسب ايه حبيبتي؟ مشيكوا على رجليك كده غلط بتفربوا غير شكرا تعب تعب يلا الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي. لا على ايه؟ احنا واقفين من الصبح. انت بتعمل ايه؟ معايا منها كتير وبعدين خلاص ما بقاش ليها لازمه. بيني وبينك انا زهقان وعايز اي حد يسليني في الطريق. طيب معلش برضه لو فيها رزاله ما ليش عندك هنا في العربية فيس شيلز للولاد؟ اه لا في كل حاجة، خدها يا ولاد فيس شيلز من ورا هتلاقوها عندكم. وانت رايح فين؟ ولا حاجة، أنا كنت رايح الجونة لقيتها مقفلة، قلت أجي هنا أشوف الدنيا فيها إيه، لقيتها برضه مقفلة. طالع على القاهرة، أنت رايح فين؟ كويس أوي، أنا رايح القاهرة برضه. ماما موبايلها مقفول بقاله كتير وقلقان عليها. من ناحية القلق يا حبيبي ليك حق تقلق، أنا شفت بلاوي في الطريق. ما تقلقش يا حبيبي، أنا هكلم أونكل سيف واشوفها فين. طيب يا ولاد هتلاقي عندكم اكل ورا في تلاجه فيها عصاير وميه، خدوا اللي انتوا عايزينه ما تخافوش منه. ده سيكا صح؟ سيكا احترم نفسك، عندنا ضيوف. بيت بيتكم توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ طب احنا دلوقتي هنروح ولا هنروح فين؟ هنروح على المستشفى، كده كده مش هينفع نروح غير لما نعمل التحاليل اللازمه. سيف انا محتاجه تليفونك، انا لازم اطمن على بليل. الو ايوه علياء، في ايه؟ طب اهدي شويه بس انا جاي لك. سلام. ايه يا قلب عزيز فيك ايه؟ ايه ده انت عرفت تيجي ازاي؟ ايه لك ازاي؟ دي الدنيا بره مقلوبه. ده انا معدي على اربع لجان ما سمعتليش على جوزك حبيبك يعدي في العفريت. المهم ايه اللي حصل؟ فاكر المغص اللي جالي من كذا شهر؟ جالي فجأه وما قدرتش استحمله فروحت للدكتور وقال لي لازم اعمل عمليه الزايده وعملتها والحمد لله. بس زي ما انت شايف بقى الدنيا اتقلبت فجأه. طب يا حبيبتي لما انت تعبتي ليه ما كلمتنيش على طول؟ ما انا قلت العمليه سهله يا عزيز، فقلت يعني اطمنك لما اخرج منها عشان ما اقلقكش. المهم انت كويسه دلوقتي؟ اه الحمد لله كويسه، بس يعني محتاجه اقعد يوم كده ولا حاجه عشان لو حصل لي مضاعفات من العمليه. الف بعد الشر عليك يا حبيبتي، ان شاء الله تقومي بالسلامه وتبقي زي الفل. وعلى فكره انا عكمت واد مورد هنا قرشين حلوين عشان يجيب لنا رسم الدماغ ده عشان عليه زحمه.
لان ما حدش ينفع يتحرك في الشوارع من غيره دلوقتي. طيب يا حبيبي معلش انا عاوز اروح بس الحمام وارجع لك على طول. براحتك يا حبيبتي براحتك. والله العظيم لا افضحك، ده انت واخد 50,000 جنيه. طب بس 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 بلاش الجلاله تاخدك قوي كده، خلي بالك جوزك هنا ولو عرف مش هقولك اللي ممكن يحصل. مالكش دعوه بجوزي، انت تعمل شغلك وانت ساكت. طب اولا في اولويات للحالات الطارئه وحالتك مش منهم، ثانيا انت هتقولي لجوزك ايه؟ هقول له اي حاجه، مضاعفات من العمليه الزايده فاضطرت ان انا اعمل عمليه ثانيه. هو انت قايله انها زايده؟ ماما مالها يا سيف؟ هي حصل لها حاجه؟ انا خدرتها وهتبقى احسن، بس احنا لازم نروح المستشفى دلوقتي. لا لا انا هفضل جنبها هنا. لا لا مش هينفع. يعني ايه هنسيبها لوحدها؟ طب كلم الحجر الصحي. لا الحجر الصحي لا، هما لسه ما لقوش علاج للفيروس، ولو راحت الحجر الصحي ممكن ما نشوفهاش تاني. انا هعالجها هنا وهرجع لها تاني. انا في تجربه كده بعملها في المستشفى وان شاء الله هتنجح، بس احنا لازم نمشي دلوقتي. يلا يلا. افتحي يا مدام فريدة، انا دكتور ياسين. مدام فريدة مدام فريدة ايه يا مدام فريدة ما تفتحيش ليه؟ طب يلا يلا بسرعة يلا نتحرك من هنا. مش سيبهم لوحديهم، لازم نمشي بسرعه. يلا 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 بس بس غير صوت. يلا 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 بسرعه. مالك يا جوه الشارع بتتفرج على فيلم كرتون وانا كنت قاعده بره بسمع مزيكا وقاعده بقرا روايه. ما اعرفش لقيت ثلاثه شكلهم بيخوفوا غريب جدا، بيكسروا في كل حاجه قدامهم. واحد منهم مسكني من دراعي فلت منه بالعافيه ودخلت قفلت على نفسي. امال مشوا ازاي؟ ضلمت الدنيا كلها وقفلت الانوار عشان يمشوا، برضه فضلوا واقفين بيخبطوا. بعد كده راحوا على السماعه وقعدوا يكسروها يكسروها لحد ما المزيكا راحت خالص. واضح كده انهم بينتبهوا للاصوات العاليه ويتحركوا عليها، وده كلام جديد، يعني الاعراض اتطورت، وده معناه ان الفيروس اتحضر. هنعمل ايه دلوقتي؟ بدون التحاليل الاخرى التي تفيد بخلوه من الفيروس واعلان حاله الطوارئ في كافه البلاد. طمني عليك، انت كويس؟ فيك حاجه؟ بلال تعال اقعد هنا. ده كرسي عالي. بقول لك اقعد هنا. اي خلاص راح ولازم نكمل حياتنا. بقول لك قوم. انا بكرهك. أهلاً دكتور ياسين، مبسوط إنك رجعت بالسلامة. الله يسلمك، حلوة الأوضة دي. بس في الحقيقة قربنا من السواعبس كل الأعداد، ما بتستقبلش غير الناس اللي مش عارفة تروح. الحقيقة الأعداد عمالة بتزيد بسبب الأماكن كتيرة اللي اتعزلت. هو في كم مصاب هنا لحد دلوقتي؟ 6، وعزلناهم لوحدهم في الدور الخامس، وعملنا تحاليل عشوائية لطاقم الممرضين والممرضات اللي عندنا،
واكتشفنا ان في 3 منهم عندهم فيروس في المخ. انا خدت بالي كمان ان الاعراض اتطورت. واضح جدا ان حاسه السمع عندهم بقت اقوى. والصوت بيكذبهم وبيدخلهم بحاله هستيريه. والوزاره فعلا طلعت بيان تحذيري بالكلام ده. طيب ما هو كده خطر. لازم نقلل الدوشه جوه المستشفى. طب بعد اذنك دلوقتي هطلع احذر بتوع الاسعاف وافراد الامن. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا علي؟ الحمد لله على السلامة يا دكتور ياسين. الله يسلمك. شفت اللي جرالنا؟ احنا لازم نبلغ عن المجرمين دول. انا بس مستغرب. كل الاخبار والابحاث الجديدة بتقول ان غراب هو اللي نقل كوفيد 25 للبني ادمين. نعم؟ امال ايه اللي خلى سعد يهرب؟ وعمل معانا كده ليه؟ مش ممكن بعد كل ده الفيروس يبقى فيروس عادي ويتنقل بشكل طبيعي من غراب. انا اكيد بفكر زيك كده. بس انا اتاكدت من مليون مصدر. في حاجه غلط. جرعات اللقاح اللي موجوده جوه مصر لازم تتلحق قبل ما تخرج بره البلد. انت تعرفي هما كام جرعه بالظبط؟ لا بس اللي سمعته ان مفيش كميه اقل من 1,000,000 جرعه بيطلع لها اذن سفر، واخر كميه يطلع لها فعلا قرار انها تطلع بره، وفي غيرنا 17 دوله بيعملوا زينا، يعني على الاقل في 17,000,000 جرعه بتنتج كل 3 شهور. ويا ترى بقى هما ناويين يعلنوا عن اللي بيحصل ده امتى؟ الدنيا مش متحمله. اكيد مستنيين الاعداد تزيد كمان عشان كل الكميه اللي انتجوها تتباع. ويا دكتور الكلام الكبير ده؟ هفهمك كل حاجة بالتفصيل بعدين. خوفي من بعدين. هي في أرقام طلعت لعدد المصابين؟ الأخبار بتقول إن إحنا بنتكلم في 2,000,000 حالة في مصر وأكتر من 100,000,000 حالة على مستوى العالم. ياسين ما تطلع لايف. اطلع لايف وعرف الناس الحقيقة وقول لهم كل اللي بيحصل، لازم تفضحهم. دلوقتي اللايف بقى حلو. أنا عايز أقدم بلاغ رسمي ضد المدى وسعد الألفي. مدير شركة WGP فرع القاهرة. أيوة شركة WGP اللي هي شركة عالمية وليها فروع في كل حتة في العالم وبتدعي دايماً أنها بتخدم البشرية. سعد الألفي ده احتجز مواطنين بدون وجه حق، واحدة اسمها شروق عباس وواحد اسمه سامح منتصر، وكان معاهم مروان، كان معاهم الصحفية نهال صلاح الجوهري، وكان معاها كمان بنتها اللي هي بنتي. سعد عمل كده لما لقى نهال بتعمل حديث صحفي مع شروق، وشروق بدأت تكشف فساد موجود في الدبليو جي بي. ايوه انا من هنا بتهم الدبليو جي بي انها متورطه في اللي بيحصل دلوقتي في العالم. الشركه دي انتجت لقاح لكوفيد 25 من قبل حتى ما الفيروس ما يظهر، انتجته من 17 فرع على مستوى العالم. ايوه يا يونس، لقاح، في لقاح فعلا موجود، وفي كمان من اللقاح ده موجوده في مصر. يا ريت نلحقها قبل ما تخرج. لو رحتوا فرع الشركة دلوقتي هتلاقوا مكان مهجور. موتوا كل حاجة ممكن تدينهم وهربوا. ودلوقتي حالا يا إما فعلا هيكونوا هربوا يا إما هيكونوا على وشك إنهم يهربوا. يا رب نلحقهم. الموضوع كده كبر بزيادة. أوعى يا بص يكون الموضوع ده خرج من إيديهم. فين الطيارة اللي المفروض يبعتوها لنا عشان نسافر بيها؟ حتى لو عايزين نسافر لوحدنا، مفيش شركة طيران في العالم كله شغالة. هنعمل إيه؟ أيوة يا باشا، أنا طول الفترة اللي فاتت كنت بنفذ الأوامر وبس، لكن الظاهر إنكم مش مسيطرين زي ما أنا كنت فاكر. مفيش شحنة فاكسين لو أنا ما خرجتش من هنا، أنت عارف أنا أعرف إيه وممكن أقول إيه. الناس بتوع الاسعاف بيعملوه ده، احنا مش قلنا بلاش اصوات عاليه؟ انا مش عارف ايه اللي حصل، مع اني ننبه عليهم ان مفيش اي اصوات عاليه. دكتور علاء الحق يا دكتور، سيد بلغني انه شاف الكاميرات اللي اسمه بشير وهو بيقتل عم جمال مشرف الامن الفدرالي، وخرج هو ونعيم وسرقوا عربيه الاسعاف. اهدوا اهدوا اهدوا، يلا يا جماعه يلا احنا ننزل نشوف ايه. قدام يا كابتن، اقفل على نفسنا بسرعه، يلا.
تعالي هنا يا ماما. انت رايحه فين؟ ما ينفعش تخرجي، انت مش شايفه احنا في ايه؟ انا اصلي تعبانه ومش قادره اقف. انا باخد كيماوي، وبعدين انا معايا تصريح تجوال. تصريح تجوال ايه بس دلوقتي؟ على العموم في اوضه جوه ممكن تريحي فيها لحد ما الدنيا تهدى، وبعد كده بيعمل اللي انت عايزاه. تعالي اوديكي. في حد لسه عايش جوه العربيه؟ بلاش يا ياسين، ما تقلقش. اقفل الباب بسرعة. انت اتجننت؟ اهو صاحبك مات، عاوزين تموتونا احنا كمان. يلا بينا على جوه، يلا يلا اتحركوا. الوقت اللي قضي فيه على مرض كان بيغلب الإنسان على مدار سنين طويلة. بعد بحث طويل اكتشفنا إن في جين في الدي إن إيه الخاص بتاع الغراب بيمنع تكاثر الخلايا السرطانية. فقلنا اشمعنى الغراب ما بيجيلوش سرطان والبني آدم هو اللي بيجيله؟ لقينا إننا لو قدرنا نحقن الجين بتاع الغراب في البني آدم ممكن نوصل لعلاج السرطان. من ساعة ما دخلت كلية العلوم جامعة القاهرة وكملت دراستي بعد كده في جامعة تورونتو هنا في كندا وأنا بحلم باللحظة دي. إن أقدر أقدم حاجة تفيد البشرية. أنا بشكر معهد تورونتو العلمي للهندسة الوراثية إني بقيت ضمن المجموعة اللي بتشارك في البحث الطبي زي ده. وإحنا دلوقتي في مرحلة بداية التجربة ونتابع الفار رقم واحد اللي اتحقن بجين الغراب. أوكي دكتور، I'm coming. شروق. ايوه تعالي معايا، عايزه اوريكي حاجه. كل ده عشاني؟ بحبك.
كل ده انت؟ لا بقى، ده سر المهنة. كان زماننا دلوقتي مروحين بيتنا. أنا اشتريت الفيلا دي وكتبتها باسمك. واحنا دلوقتي في مرحلة بداية التجربة، ونتابع الفار رقم واحد اللي اتحقن بجين الغراب. فعلا صدفة غريبة قوي. ما اعتقدش انها صدفة. يعني ايه؟ مش عارف. المهم انت وصلتي لحاجة؟ لا خالص، الانترنت عمال يقطع، مفيش أي حاجة مفيدة. بس أنا شايفيني حاجة تانية. اسم اتكرر كتير قوي في الملف اللي كنت لقيته وقطعوه. اسم ايه؟ لابسي. ايه لابسي ده؟ معمل أكيد ليه دعوة باللقاح، بس عمري ما سمعت عنه، وسامح كمان ما يعرفوش، وسألت كذا حد في الشركة ما حدش يعرفه خالص، بس كان مكتوب في الملف إن بيتعمل فيه تجارب سرية. ازيك يا ياسين؟ كويس الحمد لله. أخبارك إيه؟ أنا زي الفل. ما جيتش ليه؟ نسيت للأسف. تحب تاكل أو تشرب إيه؟ في كل حاجة هنا، لا في برجر هنا بيتعمل. أنا لا جاي آكل ولا جاي أشرب، أنا جاي عشان أسمعك. حاول تقول لي كل اللي جواك. لا. خليني أساعدك. بص يا دكتور، أنا عارف كويس أوي أنت جاي تعمل إيه، مش عايزك تضيع وقتك لأني مش هتكلم في أي حاجة. كلامنا مع بعض هيغير حاجة؟ شوية اهتمام وطبطبة هيخلونا ننسى مثلا؟ أكيد مش هتفهمني، طبنك في حضنك. ربنا يبارك لك فيها. طيب يا سيدي، أنا مش هقدر أضغط عليك، بس لحد ما تحب تتكلم عايزك تخرج كل ده من جواك. مفيش فايدة. صورته، ريحته، ضحكته وأنا بلعبه، عيني اللي بتلمع لما كان بيشوفني. بشوف في كل مكان. عارف ليه؟ لأنه هنا وهيفضل هنا طول الوقت. يا دكتور علاء، مش انتوا قلتوا مش عايزين دوشة ولا صوت عالي، وإن المصاب اللي قتل الأستاذ أشرف موجود في المستشفى؟ طب بالنسبة للبيبي ده إيه؟ أمبيانس؟ لا دكتور، بصراحة عنده حق، ان الطفل صوته عالي جدا. طب عملتوا له تحليل دم صح؟ لا، عملنا لمامته كانت سلبيه، لكن البيبي لا. طب شوفي فين الدكتور سيف وخليه يتابع الموضوع ده واعمل له تحليل دم فورا. اوكي حاضر يا دكتور. ياسين، ايه الاخبار؟ الحمد لله احسن كتير، بس ممكن بعد شويه المايه المغليه ما تجيبش نتيجه. انا هروح اجيب الادفر. طب يلا اجي معاك. ياسين، دكتور ياسين، هو كده مش خاطر عليك؟ مفيش حل تاني. مفيش بحث بيمشي من غير عوائق او نتائج غير متوقعه. اللي حصل النهارده باختصار انه ظهرت اعراض غريبه على الفار اللي اتحقن بجين الغراب، واحنا بنحاول نوصل لتفسير علمي للي حصل ده. اخذنا منه عينه واكتشفنا ان الفار مصاب بفيروس من قبل ما نحقنه، والفيروس ده اتحد مع جين الغراب فتحول لفيروس جديد. واحنا دلوقتي هنشوف مع بعض اللي بيحصل بعد لما اقفل الفيديو بسرعة. اقفل. هنضطر نهولد على التجربة. الظاهر ان الفيروس اتنقل بسرعه رهيبه بين الفئران، وده مؤشر خطير ومقلق. انا رجعت مصر بعجوبه، صعب جدا كنت اعرف ارجع بعد اللي حصل معايا هناك. اللي حصل هناك دي حاجه غريبه. كل حاجه اتغيرت بعد الفيروس ما انتشر بين الفئران. فجاه لقيت المدير بتاعي بيوجه لي اتهام ان في حد من التيم بتاعي جرب علاج السرطان على حد من المرضى، وان المريض ده مات، واني انا السبب في ده.
فجأة حصل ثورة وضغط من أهل المريض على الشركة، فقال لي إن اللي حصل ده هيعرضني للحبس مدى الحياة. بعد كده عرفت إن القصة دي ما حصلتش، هما بس كانوا عايزين يخوفوني ويرحلوني، ولما جيت أتكلم هددوني. ليه عايزيني أسكت؟ وليه مشوني؟ ليه يعملوا معايا كده؟ دول حتى ما ادينيش الفرصة أعرف الفيروس اتنقل إزاي بين الفئران. كل اللي عرفته إن الفار اللي اتحقق من جين الغراب كان عنده فيروس تنفسي من سلالة كوفيد، اتحد مع جين الغراب فتحول لفيروس جديد. وحتى لو عايزين يستخدموا الفيروس الجديد ده هيجيبوه منين؟ أنا موت كل الفئران اللي اتعالت واتصابت في المعمل، ومحدش معاه عينة من الفيروس ده غيري. خدت عينة معايا عشان لازم اعرف الفيروس ده بيعمل ايه وليه عاملوا معايا كده وعايزين يعملوا بيه ايه. اليوم الاول بعد الحقن بالفيروس الحامل لجين الغراب في حساسية في العين وحركة العين مش طبيعية والقطرة مش جايبة نتيجة. أنا بتاكلني. في حساسية في العين وحركة العين مش طبيعية. ما تسيبنيش يا نادر، ما تسيبنيش لوحدي والنبي يا نادر، ممكن تريني ما تسيبنيش لوحدي والنبي عشان خاطري. ما تقول لك عشان خاطري يا نادر. لا لا يا نادر. شروق ليه؟ ده حصل قطة العزل مقفولة زي ما هي ومفيش عليها أي آثار لأي كسر أو تخريب، وكمان مفيش وجود لأي مصابين. شنو؟ 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 أنا مش شايف أي حركة مش طبيعية في الكاميرات. إيه ده؟ ده زي ما يكون حد أنا داخلها. هات لنا الكاميرا اللي بره كده. حاضر، ثانية واحدة. يعني في حد كسر الكاميرات اللي بره. يعني كان قاصد. يعني اللي قتلها ده مش مجنون؟ اللي قتلها عاقل وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه. يبقى لازم نبلغ البوليس، وممكن اللي قتلها ده يبقى تبع سعد. احنا كده اصلا كلنا ممكن نبقى في خطر من رجاله سعد. مش بعيد يكونوا جم ودخلوا هنا المستشفى وموجودين حوالينا. احنا اصلا من ساعه ما سيبنا الشركه وجينا على هنا شروق كانت قلقانه وخايفه. احنا من ساعه ما هجبنا من المصابين من بره المستشفى مفيش حد لا دخل ولا خرج. حد راقبها ونادى عليها وخناها قدام الاوضه في الطرقه وسابها. يعني ايه الكلام ده يا سيد؟ يعني اللي قتلها حد موجود جوه المستشفى، حد موجود بينا. مبدئيا في انسداد تام في الجهاز التنفسي، ده غير ان في اثار الجروح واضحه جدا في الرقبه، وده نتيجه احتجاج شديد قوي، يعني ماتت مخنوقه. دكتور ياسين انا هكمل شغلي ولو في اي جديد هبلغك. صحيح دكتور علاء، الموبايل ده كان معاها. ده موبايل محسن فعلا كان مسلي فول. معلش وريني كده يا دكتور. اتفضل. الو مين معايا؟ انت اللي مين؟ مش ده رقم شروق؟ ايوه، ما انا بكلمك بخصوص شروق لانها اتقتلت. ايه؟ اتقتلت؟ يعني بعد اذنك لو ينفع تساعدنا باي معلومه نقدر نوصل بيها للي عمل فيها كده. انت اخر واحد اتكلمت معاه. انا مهاب فوزي مدير قسم الاي تي في الشركه، زميل شروق. هي فعلا كلمتني وسالتني عن معمل اسمه لابسي، قلت لها اني ما اعرفوش وحاولت اجيب لها اي معلومه عنه من برنامج الشركه بس ما لقيتش، وبعد كده كانت عايزه هي اللي تدخل على البرنامج فدخلتها. طيب يبقى بعد اذنك هكلمك تاني كمان شويه عشان تساعدنا نخش على نفس البرنامج.
تمام مفيش مشكلة. شكرا. وصلت الحاجة يا ياسين؟ اللي قتل شروق قتلها عشان كانت توصل لمعلومات هو خايف انها توصل لها. الو؟ معلش بزعجك تاني. هي بس الصفحة اللي كانت داخلة عليها شروق دي سكيورد واحنا مش عارفين ندخل عليها ازاي. ايوه ما هي شروق قالت لي انها معاها باسورد الصفحة دي. طب وانت مش معاك الباسورد؟ لا مش معايا. انا اسف جدا، كان نفسي اقدر اساعدك. على الاقل شروق سبقت وماتت وهي بتحاول تعمل حاجة. البقاء لله. شكرا شكرا. يا رامي مفيش حل؟ بص هو اللي انا متاكد منه انها لا يمكن تكون حافظه باسورد زي ده. الباسورد دي بتبقى معقده جدا، بتبقى مكونه من 25 رقم او حرف او رمز، فلا يمكن هتكون حافظاها. يا اما كاتباها على ورقه يا اما متسايبها على الموبايل او حاجه. معلش يا دكتور، ممكن اشوف لبس الشروق اللي اتقتلت بيه؟ اه طبعا موجود، ثانيه واحده اجيبه لك. اتفضل. شكرا. ها لقيت حاجة؟ الهدوم ما فيهاش حاجة، بس أنا متأكد إن إحنا لو وصلنا للباسورد دي هنعرف مين اللي قتل شروق، وهنوصل لمكان اللقاح كمان. ابني في حال أنت كمان. ما تفهمنا إيه اللي بيحصل بالظبط يا دكتور؟ يا باشا يا باشا إحنا عايزين ترش في الزفة، الله يبارك لك، مش عايزين فجأة نلاقي في مصيبة في وشنا. عندهم حق يا دكتور، إحنا عرفنا إن شروق اتقتلت فطبيعي إن كلهم يخافوا. عايزين تعرفوا ايه بالظبط؟ عايزين نعرف المؤاخذه اللي ماتت دي ماتت ازاي؟ احنا قاعدين نسترسب واحد ورا التاني، فهمنا يا دكتور الله يبارك لك. هيجوا تاني. انا عارف هيجوا تاني. انا شفت صورها على الفيسبوك وفي الاخبار، عايز اسالك سؤال، هي مش شروق كانت اتحبست مع مدام نهال في القصه بتاعت اللقاح بتاع عور الجلوبال فارما ده؟ الجريمه دي بقى ليها علاقه بالقصه دي ولا ايه بالظبط؟ الحكايه دي فيها ريحه حاجه شمال. لا بقى، انا لازم امشي من هنا. واشمعنى دلوقتي؟ ما بالمفهوميه كده يا دكتور، كلنا لازم نمشي. ما اللي عايز يمشي يمشي، وانا ماسككم من ايديكم. الشوارع بره مقفله والمصابين في كل حته، وروني هتمشوا ازاي. يا جماعه ما تقلقوش، احنا بلغنا البوليس واكيد هيجي وهيقبضوا على اللي عمل كده، والحمد لله انه ما طلعش حد بالمصابين. طب ما كريم مصاب ولسه ما لقيناهوش واكيد هيظهر فجاه. وكمان حصل الدوشه كتير في المستشفى، لو موجود كان اكيد ظهر. انا مش هاكل من الكلام ده تاني، انا هطلع اطمن على الجو بره واشوف حمزه. شروق شروق كانت هي الأمل، هي شروق الشمس المنتظر اللي انطفى خلاص. كنت شفتك امبارح بتتكلمي مع شروق، وانت كنت بتقولي لها ايه؟ انا لقيتها متوترة وقلقانة شوية، قلت اشوف لها الكف. كان خط القدر عندها بينتهي عند خط القلب، وده معناه انها كانت في حالة تغيير مسار، بس ما كنتش متخيلة ابدا ان تغيير مسار هيكون بالشكل ده. أنا قلت هتتطلق، هتسيب شغلها، إنها ما تموت ما تخيلتش أبدا، مع إن كل شيء مرسوم، ولو ركزنا شوية هنعرف كل حاجة سببها إيه ومصيرها إيه. بقولك يا أمير، أنا كنت خدت بالي إمبارح إنك شروق كانت خرجت وإنت خرجت وراها، ما لاحظتش عليها أي حاجة غريبة؟ ما عندكش أي معلومة ممكن تفيدنا بيها؟ لا والله يا دكتور ما لاحظتش أي حاجة. طيب انت ما قلتليش برضو، انت رحت فين ساعتها؟ رحت الحمام. في حاجه تاني؟ لا مفيش. معلش يا محسن، البقاء لله. نعم بالله، بس انا ما لحقتش اقول لك كل اللي في قلبي يا حسين. لحقتش اقول لها انها احسن حاجه حصلت في حياتي. شروق ماتت عشان هي نظيفه. انا اللي غلطان. يا ريت اني كنت عرفتها عليك انت ونال. وكان دكتور صلاح شغالها في الدبليو جي بي. ما كانش كل ده حصل. محسن انت كنت اكتر واحد فينا تعرف شروق. ونهال كانت قالت لي ان انت كنت حاولت تفتح معاها مواضيع قديمة وإن هي رفضت. فإيه؟ فإيه يا سيف؟
فجأة لقيت نفسي حاجز قدام فيروس حجمه 125 نانومتر. بعد كل اللي اتعلمته، بعد الدكتوراه والتكريمات من كل دول العالم، كنت فاكر ان مفيش حاجة تقدر تكسرني. كنت فاكر ان اقدر اهزم اي حاجة تقف في طريقي، اقدر اسيطر على كل حاجة بالعلم. طلع اي كلام، مش انا لوحدي. الجهل البشري كبير قوي يا دكتور، محدش عارف حاجه. بعد ما كنت قوي بعلمي، كنت فاكر اني قوي بعلمي، لقيت نفسي صغير قوي. ما اعرفش بقى العيب فيا ولا في العلم ولا فيا. ياسين، أنا مش قادرة أصدق الكلام اللي سمعته منك جوه. هو سعد ده إيه؟ مش مكفيه مكاسب الشركة اللي بالمليارات؟ مكاسب الشركة ما تفيدش سعد بأي حاجة، إنما اللي يفيده شخصياً بزنس زي اللي عامله مع فاطين ده. تفتكر يكون سعد متفق مع فاطين إنه يخلص من شروق؟ مش عارف. نهاية أنا كنت عايز أسألك على حاجة. هو دكتور صلاح قبل ما يتعب ما اتكلمش معاكي خالص على شغله أو التجارب اللي كان بيعملها في كندا؟ أول ما سافر كان بيحكي وكان بيتكلم، بس بعد ما رجع انت عارف حالته كانت عامله ازاي. حاولت كتير قوي ان انا اتكلم معاه او افهم ايه اللي حصل هناك وصله للحاله دي، بس ما كانش بيجاوبني. كنت كل ما بتكلم معاه في حاجه كان بيتعصب ويصور، لحد ما فجاه فصل الكلام خالص. بس هو انت بتسال ليه؟ اصل اخر مره قابلته فيها كان ادالي فلاشه، بصراحه ما اهتمتش ان افتحها لحد ما قريت انه من اهم الدكاتره اللي عملوا ابحاث عن الغربان والتكوين الجيني بتاعها. وزي ما قلت لكم قبل كده ان كل المصادر بتقول ان غراب هو اللي نقل لنا الفيروس. مش عارف، قلت جايز اوصل لحاجه. فتحت الفلاشه لقيتها فيها فيديوهات كتير قوي هو مسجلها. لسه مش عارف افسر الامور، بس بيتهيالي انها ممكن توصلنا لحاجه. بقاله ساعه الحال ده مش بيتفاعل مع اي حاجه غير انه مش بياكل ولا بينام. كلهم بقالهم 6 ساعات مش بيتفاعلوا مع اي حاجه. ده مش بس ضعف وتلف في شبكات العين، ده تلف في كذا عصب حسي، والنظر بيضعف اكتر. ياسين تعال بسرعه، تعال قوم. WGP is proud to announce that the study of our COVID-25 vaccine has now met all primary requirements. فلقد بدأت الشركة بإعادة إنتاج لقاح قديم لها يحصن من الدفتيريا، وبعد تجارب متعددة بشهادة من العلماء من جميع معالم الأبحاث العلمية حول العالم، اكتشفت الشركة أن المادة الفعالة للقاح الدفتيريا تقي من الإصابة بفيروس COVID-25، والشركة بكل القائمين عليها تسابق الزمن ليتم إنتاج كميات من اللقاح تكفي جميع شعوب العالم. بيعملوا اللي هم عايزينه ومش هاممهم اي حد، لا الناس اللي ماتت ولا الناس اللي لسه هتموت، لان ببساطه كده هم مالهمش عندهم اي هديه. اللقاح ده مش جديد، اللقاح ده بيشتغلوا عليه بقالهم كتير جدا في الشركه من قبل حتى ما الفيروس ينتشر. هم اصلا مش بعيد اللي يكونوا عاملين الفيروس ده. قول لهم يا ياسين، قول لهم شروق اتقتلت ليه؟ قديم ولا جديد؟ المهم ناخده ونخلص.
انتوا مش فاهمين حاجه. التعامل ده غلط وهيودي. افهموا عشان افهموا. افتح. يا جماعه الدوسه دي اتعذب. سامح ممكن يبقى عامل اي كارثه بعد ما عرف اننا كشفناه. ايوه يا دكتور علاء، احنا فوق في دور الحجر. يلا بينا. يلا ثانيه واحده، هبص على اوضه المصابين. تبص على ايه؟ مفيش حد جوه. اتأكد. ايوه يا دكتور. أوه. سامح فتح علينا اوضه المصابين. كويس حبيبتي؟ انت ازاي تاخد نهال معاك عند اوضه المصابين؟ بلاش يا اخي لو مش فارق معاك، دي ام عيالك، ازاي تعرضها لخطر زي ده؟ ياسين ملوش دعوه، انا اللي كنت عايزه اروح عشان عايزه اعرف ايه اللي حصل لشروق، وعايزه افهم ايه اللي بيحصل حوالينا ده بالظبط. ولولا مساعده رامي وياسين ما كناش عرفنا انه سامح الواطي. انا مش قادره افهم ازاي جاله قلبي يعمل فيها كده، وحتى لو واخد منهم فلوس هتعمل له ايه الفلوس وسط كل اللي احنا فيه ده؟ لا لا، الموضوع مش فلوس، سامح مش بتاع فلوس، في حاجة تانية. يتحرق سامح على شروق؟ انتوا ناسيين ان انتوا عندكم عيال؟ أنا آسف يعني، في ملايين بيموتوا في كل حتة في العالم في اللحظة دي. تعالي عايزك. بصراحة من ساعة ما كلمتني ونزلنا شفنا الكاميرات والمستشفى مقلوبة. دورنا في ثلاث أدوار لحد دلوقتي مش لاقيينه. المصاب اللي هاجمنا هناك ده أعمى. يعني الأعراض بتتطور للعمى؟ مش هو ده التطور الوحيد. المصاب الأعمى ده موت مصابين التانيين اللي معاه في الحجر. أنت بتعمل إيه يا دكتور؟ براجع ملفات المرضى اللي في الحجر، يمكن أقدر أفهم حاجة. ده اللي هاجمنا ده. معلش وريني كده يا دكتور سامح. التاريخ اللي هنا بيقول إنه أول واحد اتصاب ودخل الحجر. وحسب كلام سيد من متابعة الكاميرات إنه لحد امبارح بس ما كانش أعمى، وإنه اكتسب قدرات جسدية أكتر من الباقيين اللي لسه ظاهر عليهم الأعراض جديد. بيتحرك على الأصوات البسيطة، مش بس الأصوات العالية زي الأول. في الأول المصاب كان نظره بيضعف وبيتحرك على الأصوات العالية، دلوقتي بيتعمي وبيتحرك على الأصوات البسيطة. لسه مبلغني فورا ان في كذا حاله حصلت في اكتر من حجر صحي في اكتر من مستشفى، زي اللي حصل عندنا بالظبط. مصاب هاجم مصابين تانيين وقتلهم. لو المصاب فضل عايش كل ما الوقت ما هيعدي هيبقى اسرع واقوى واعنف. هنعمل ايه؟ تطور اعراض بقى فعلا مرعب. لازم نستعين بكل دكاترة العيون ودكاترة المخ والأعصاب والأمراض العقلية كمان. يمكن نوصل لحاجة، حتى لو مش هيقضي على الفيروس بس نوقف تطور الأعراض. الحقيقة أنا مش عارف هيودينا على فين أكتر من كده. اللي سمعته ده حقيقي؟ سامح هو اللي قتل شروق؟ ايوه. هو فين؟
استنى بس يا محسن، احنا لسه بندور عليه. طب هو ليه عمل كده؟ شروق كانت بتكشف انه من ضمن باحثين كانوا شغالين على تجارب مش قانونيه كانت بتعملها الشركه. انت كده حلوت قوي يا خرابي، يعني كان معانا مجرم محترف واحنا مش حاسين؟ ازاي الكلام ده؟ انا اروح اشوف رامي يوصل ايه. هاجي معاك. هوبا، الحق دكتوره، ده في اسماء ناس تقيله قوي وتعاملات بالملايين. تعالوا بصوا كده. ده ملف اسمه لابسي، اتكرر كتير قوي. اسم اتكرر كتير قوي في الملف اللي كنت لقيته مقطعه. اسم ايه؟ لابسي. ايه لابسي ده؟ معمل اكيد ليه دعوه باللقاح، بس عمري ما سمعت عنه، بس كان مكتوب في الملف ان بيتعمل فيه تجارب سريه. طب والاسامي دي بتاعت ايه؟ لا دي اسماء الدكاتره والموظفين اللي مسموح لهم يخشوا المعامل السريه للشركه، واكيد من ضمنهم لابسي يعني. سليمان حافظ وشادي العربي وسامح منتصر وخالد المنوفي ومحمد الاسيوطي. كلهم اغبياء. بكره هيتأكدوا. الاحساس بيروح شويه بشويه والاعصاب بتموت تدريجيا. الأعصاب الحسية بس، إنما الأعصاب الحركية بالعكس مش بتتأثر والحركة بتقوى. في حاجة غلط! أيا كان السبب اللي هيستخدمه الفيروس ده عشانه، حتى لو في منفعة لأي شخص أو مؤسسة أو حتى للعامة مرفوض، لا يمكن حد يستخدمه لأي غرض، مش بالطريقة البشعة دي. الحسابات كلها طلعت خداعة، الحسابات كلها غلط في غلط، وتصرف كل حاجة اتعلمتها واشتغلتها عشانها. سامحني يا رب. ياسين، لقينا سامح. يا سامح، يا سامح اعمل حاجة عدلة في حياتك، قول لنا فين لابسي ده؟ قتلتها ليه؟ قتلتها ليه؟ محسن استنى. عشان غبية. أغبياء زيكم كلكم. كلكم أغبياء. على فكرة يا دكتور محسن، أنا زعلت عليها أكتر منك بكتير. دكتورة شروق دي كانت عالمة شاطرة جدا. كان ممكن يبقى ليها مستقبل باهر. بس هو العالم لازم يخلص من الأغبياء اللي زيها وزيكم عشان البشرية تستفيد، فاهموا؟ الجنس البشري دخل على مرحلة انقراض، والناس دول بيحاولوا ينقذوا الجزء الباقي منه بالعلم، بالأبحاث والتجارب. من غير تجارب مفيش أي حاجة في الدنيا هتحصل. قول لهم يا دكتور ياسين، قول لهم ان منطق الحياه نفسه مبني على التجربه. افهموا بقى، افهموا. العالم بيواجه كارثه كونيه، خلل في التوازن ما بين عدد البشر وعدد الموارد الطبيعيه. الناس دي بقى جم عشان يحافظوا على الجنس البشري. زي ما لازم يكون في عدد موجود كده زي حضراتكم، في عدد اقل بس لازم ما يبقاش موجود. هي دي النظرية. أنت مجنون يا سامح! مجنون يا سامح! نفهم احنا لسه محتاجين. هو الوحيد اللي عنده معلومات ممكن توصلنا لابسي، وهو الوحيد اللي له أكسس للمعمل، ممكن يدخلنا بصمة وشه ولا إيده. صدقني يا محسن، عشان دم شروق ما يروحش هقدر. سيبه بس يوصلنا للمعمل وبعد كده أوعدك هياخد جزاءه. بس رجلي على رجلكم، مش هسيبه غير وأنا واخد حقها. Thank you.
هتوصلوا لأي حاجة. بس اخلص يلا. مش مصدق ان احنا طلعنا من معمل ده سليم. ده لسه في منهم كتير. الراجل اللي في المعمل خد 3 طلقات عشان يموت. انا معيش ذخيره كفايه للناس دي كلها. الفيروس بقى بيحول المصابين لكائن مختلف، ما بقوش بني ادمين. يعني كل المصابين هيتحولوا يبقوا كده؟ ايوه. يبقى احنا لازم ناخد اللقاح ده باي طريقه. حتى لو واخدين اللقاح مش هيفرق في حاجه في اللي بيحصل ده. يعني ايه؟ واضح ان اللي بيتهاجم وبيتعض لو ما ماتش بيتحول بيبقى بالمنظر ده، زي اللي حصل للدكتور سليمان. هو كان واخد اللقاح بس لما الواد ده هاجمه طار التجارب ده، اتعادى هو كمان وبقى زيه. للاسف احنا دخلنا على فيس تانيه خالص. الفيروس اتحور وبقى بيغير في الدين بتاع الانسان وبيحوله لكائن مختلف. يعني لو في حد واخد اللقاح ممكن ما يتعديش بالنظر، بس لو اتعض هيتصاب وهيتحول على طول. طيب والناس اللي في المستشفى اللي اتصابوا بالنظر دول؟ اللي هيفضل منهم عايش 6 ايام هيتحول هو كمان. هو ده تطور الاعراض للفيروس. يعني ايه؟ يعني الفيروس خارج عن سيطرة المصنعين؟ مفيش حلول؟ علي ولا ايه؟ انا عايز اعرف ايه الميزه اللي خليك تيجي في المستشفى الزفت دي؟ خلاص يا عزيز بقى. عزيز ايه وزفت ايه يا شيخه؟ بس يعني لسه لو سمحت، الدكتور مدحت الحوش ده الاقيه فين؟ كان بيولد واحده فوق تلاقيه مش، وانتوا كمان لازم تمشوا بسرعه. ولد واحده؟ ده دكتور بطنه مال الولاده. ما يا عزيز هتلاقي في نقص في الدكاتره، فقالوا يعملوا له يعمل اي حاجه. خلينا بس نتحرك بسرعه. ايوه عارف ان كل الطرق الرئيسيه اللي بتوصل لمستشفى الحياه الصحراوي مقفوله. مفيش بقى اي طريق تاني يوصلني ليها؟ في طريق واحد بس، الدنيا هناك خربانه والكهرباء قطعت والمستشفى اصلا في المنطقه المحظوره.
خلاص خلاص انا هتصرف هتصرف. حد في البنزينة والخراطيم كلها مقطعة، شكلنا هنبيت في العربية الليلة. والبنزين الفاضي اللي ماشيين قد ايه؟ ما كملش 10 كيلو. أقرب محطة بنزين على بعد 25 كيلو. المحطة دي شكلها مقبض، تعال نركب في أي حتة ونبيت الليلة. وأنت ضامن يعني أي حتة تانية؟ ما الشوارع كلها زي ما أنت شايف كده، يعني هنا من اي حته. ياسين هو هتفتح شكله مش مصاب. انا مش مصاب، ما تخافوش. انا ريت معجزه انا ومراتي وبنتي من البيت قبل ما الناس دي ما يهجموا علينا. انا بقيت 3 ساعات بلف في الشارع ومش عارف اروح فين، وكل ما نقف في اي حته حتى ان المصابين دول بيطلعوا علينا. انا عربيتي شطبت ومش بتدور ومحتاج بنزين، ارجوكم لو ينفع تساعدوني. نساعدك ايه يا عم انت؟ كنا ساعدنا نفسنا. انا لازم ارجع لمراتي وبنتي عشان سايبهم لوحدهم في العربيه. موجودين هنا هما اللي عملوا ده في البنزينه، والعمال كلهم هربوا. لو سمحت انا هرجع لمراتي وبنتي، لو قدرتوا تساعدوني باي حاجه هكون ممتن ليكوا جدا. هنعمل ايه؟ لازم نعمل محاوله. تعال نخش جوه جايز نلاقي جركن بنزين ولا حاجه. استنى امسك ده. خليك محسن هنا، امن العربيه لحسن السرقه. بنزين. انتوا مين؟ عايزين ايه؟ نزل السلاح. استنى بس اهدى. نزل السلاح. اهدى. احنا مش عايزين اي حاجه، احنا عايزين البنزين بس. وديك اللي انت عايزه. هعمل بيهم ايه دول اذا كنت مش قادر اخرج من هنا؟ طب بس بس انا عارف اللي هو عايزه. طلبك عندي هطلع اجيبه لك بسرعه وارجع. ماشي؟ اطلع انت وسيبه هنا. ماشي. اهدوا. طيب اهدوا. محدش يخرج الا ما اقول لكم.
اتحرك بسرعه. يلا 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 بسرعة بسرعة يا جماعة بسرعة 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 يلا يلا. ياسين يا رامي ياسين، مش همشي من غير ياسين. لا لا لا، انت لازم تطلع دلوقتي يا رامي. قلت مش همشي من غير ياسين. يلا بينا يلا بينا ياسين اهو. يلا ياسين بسرعة. يلا اطلع. مش قادر يا جماعه. مالك يا قلبي عزيز؟ في ايه؟ خلاص قرب 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 قرب. معلش امسكني قرب. معلش انا كمان مش قادره. لازم نريح شويه. يلا يلا يا جماعه نريح. يلا فاطين باشا، شفت يا باشا اللي انت حملته فيا يا باشا؟ تبيع حماده يا باشا وتسيبه؟ شفت ربنا حمل فيك ايه؟ بس هبط صوتك يا سيف. استنى هنديك ميه بس لما الاستاذ حماده يوافق الاول. والله ابو الدكاتره بقى اللي انت شايفه، وعلى العموم نديله شطمه ما فيهاش حاجه، غلبان برضه. ايه يا عم ده؟ سبت الراجل لوحده وخد ست متجوزه من ورا جوزها،
ده انت بطل العالم في النداله يا جدع. هو في ايه؟ ولا كنت خطيفها ولا ايه؟ بعدين دي ست فقر. طلعنا من المستشفى من هنا والعربيه اتقلبت. دي ست نحت. هو ايه؟ سيبوه ياخد حقه مني. يمكن يسامحني. والله يا امير انا ما حبيت حد غيرك. والله انا لقيت الناس كلها كانت بتهرب. هربت انا كمان ما كنتش عارفه رايحه لفين. والله انا عارفه انا غلطت غلطه كبيره. بس والله العظيم ما هكررها تاني. والله ما هكررها تاني. خلاص مش هعمل حاجه. والله انا مش مستغرب اللي انت عملتيه. ما هو ده الطبيعي من واحده رخيصه تمنها قرشين زيك. ومش زعلان بالعكس. انا ربنا نجدني منك. انا كل اللي فارق معايا بس ما كانش نفسي ابني يشوفك بالصوره دي. باسل فين يا امير؟ ها فين باسل؟ باسل فين يا دكتور ياسين؟ فين ها باسل فين؟ ها جبتوه صح؟ باسل زين تعال زين. فين باسل يا زين؟ ها فين؟ بس ابني. انا مبسوط بيك جدا على فكره. انا عملت لك فولو على الشانل بتاعتك. من الواضح ان الموضوع ده فرق معاك جدا. طول ما انا اونلاين بشوف حاجات ما كنتش اعرف انها موجوده. دخلت عالم تاني غير اللي انا كنت عايش فيه. عالم خلاني اشوف الحقيقه اللي كنت دايما بدور عليها. حقيقه ايه؟ حقيقه الناس. ايوه بس ده سوشيال ميديا. ده عالم افتراضي. يعني مش لازم كل الناس تبقى على حقيقتها. في ناس كتير بتقول كده بس عيب. يعني انت بتدرس علم نفس وفاهم. تخيل كده واحد واقف قدامك طيب ومحترم ومثقف وكيوت، واول ما يستخبى ورا اكونت سوشيال ميديا يطلع كل اللي جواه، يتحول لبني ادم تاني مختلف. يبقى اني فيهم بقى الافتراضي ده اللي حقيقي يا دكتور. اللي احنا عايشينه ده هو اللي عالم افتراضي. نظريه برضو يا ياسين. فضلت 15 سنه ما بشوفش ناس غير وهم على سرير الموت. ساعتها الخوف بيسيطر والحسابات بتختلف. اكتر وقت الانسان بيبقى فيه طيب وبريء ويستحق اي حاجه تعملها علشانه. وبعد ما حصل اللي حصل وسبت بقى اوضه العمليات والعنايه المركزه وخرجت اشوف الناس بجد، شفت الناس بعيد عن ريحه الموت. عرفت قد ايه انا كنت مخدوع. جرب يا دكتور نزل اي حاجه على السوشيال ميديا، اي حاجه. واد قتل ابوه، بنت اتسحلت، برنامج اتوقف. نزل البوست واتفرج وشوف ايه اللي هيحصل. هتلاقي ناس من كل لون بتنهش في بعض وبتعض في بعض وبتخون بعض. يا دكتور الملائكه اللي كانت بتستعطفك وهم على سرير الموت طلعوا شياطين بتنهشك وهم على عرش الحياه. اخيرا ايه ده ايه ده؟ في ايه يا استاذ عزيز؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ النجس ده خلني مع مراتي. ايه؟ انا ما ضربتش حد على ايده. صح، انت صح. ما حدش ضرب حد على ايده. هي خدت جزاءها. وانت لازم تاخد جزاءها. استنى يا رامي، استنى، نزل السلاح ده. استنى. ايه؟ ما انتوا شايفين. كنت بدافع عن نفسي. كان هيقتلني زي ما قتلها. عم عزيز. عزيز. Thank you.
مش مصاب يا صفية، 8 سنين بس. طالما شفتك خلاص يبقى كأنهم معدوش من يومها والدنيا واقفة. حتى في منامي ما فرقتنيش ولا ليلة، بس جه الوقت اللي هرفع وشي في وش الخل وأطفي نار أبوكي وأمي. اهدى يا بدر، اهدى ونزل السلاح كده. كويس يا روح، ما تقلقش. جايين علينا، اتحركوا بسرعة. يلا 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 يا يلا نهان. يلا 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 يا ريس، انت واقف بتعمل ايه؟ لازم نتحرك دلوقتي وبسرعه، هنموت كلنا. في ناس والقطر ارواحهم متعلقه في رقبتها. في ناس جايه برضه معاها اطفال، ما ينفعش امشي واسيبهم. انا ما اضمنش الناس اللي جايه دول امين. عايزك ثانية واحدة. انت كويس يا ياسين؟ انا كويس الحمد لله، مفيش حاجة. الحمد لله. نيال، انا عارف اني كنت السبب في ايام صعبة عشتيها. ياسين صدقني الوقت ده مش وقته خالص اللي انت بتقوله ده. احتمال ما يبقاش في وقت تاني، اديكي شايفة اللي احنا فيه. انا بس كنت عايز اقول لك اني ما حبيتش في الدنيا غيرك، بس للأسف ما عرفتش قيمتك غير لما كل حاجة راحت. ما كنتش شايف غير نفسي وبس، كنت فاكر إني لما أمشي لازم أرجع ألاقي كل حاجة مستنية. كنت بستغل كل فرصة أرضي فيها غروري وضيعت كل الفرص التانية. كنت عارف إني ما أقدرش أعيش من غيركم، وفي نفس الوقت ما كنتش شايفكم. حتى المرضى بتوعي كنت بعالجهم، بس مش عشانهم، عشان أنا. كنت دايما بشوف في النجاح في الألقاب والشهادات والريكوردز، لحد ما حصلت الظروف اللي احنا فيها دي. شفت الحقيقة، النجاح مش في الوصول للهدف زي ما قريت في الكتب، النجاح في الطريق، النجاح في التفاصيل، في لحظة تقضيها مع ابنك، بذكرى حلوة تسيبها لمراتك، في كلمة تطمن بيها المريض بتاعك. بس أنا عمري ما شفت الكلام ده. زي ما يكون الفيروس ده جاي ينضف عيوننا عشان نشوف الحقيقة. ياسين، هو أنت مخبي حاجة؟ لا أبدا، أنا بس لما قلت الكلمتين دول استريحت. ماما تعالي، ليلى عايزاكي.
ماما صعبان عليا الناس دول، نفسي يعيشوا، نفسي العيال الصغيرة دول يكبروا ويشوفوا دنيا حلوة. هنعمل ايه؟ هنقول لهم ولا ايه؟ روما انا مش عارف اقول لك ايه على كل اللي عملته معايا. انا لو كان ليا اخ ما كانش عمل معايا كل ده. كل واحد من دول عايز يعيش عشان نفسه او عشان حد من اهله. انت الوحيد اللي ما حسيتش اللحظه انك بتعمل كده عشان نفسك. بالعكس يا سيدي، انا من ساعه ما عرفتك وعرفت اهلك وعرفت الناس دول وساعدتك وساعدتهم بديت احس ان انا ليا لازمه. ما تكونيش في الكلام، انت بطل، انقذت حياتي وحياتنا كلنا، وانا مديون لك بجد بكل ده. ياسين انا كنت هبقى بطل بجد لو كنت عرفت ارجعك لبيتك وولادك. هو كلام ياسين ضايقك؟ ياسين مخبي علي حاجة، أنا عارفاه كويس. نهال أنا مش هخليكم محتاجين أي حاجة. لما نرجع عوضت أنت والولاد عن كل اللي شفناه. وكمان الحمد لله الفيلا في زايد، يعني بعيد عن كل اللي بيحصل. وكمان اشتريت لك العربية اللي أنت نفسك فيها. نهال أنا بكلمك. كنت بتقول حاجة؟ لسه فاضل 25 دقيقة عشان نقدر نصمد لحد ما نوصل. لازم نحاول نفصل الكابينتين عن بعض، ده آخر أمل. يلا بينا. يلا يا سيد، يلا يا سيد بسرعة. تمام تمام الناحية الثانية. حاول حاول أنا ماسكك. حاول حاول أنا ماسكك. مفيش شوية، لازم تتفك من الناحية التانية. يلا بينا يلا بينا. انت بتعمل ايه؟ لا يا رامي رامي.
دلوقتي منصور؟ مش منصور ده اللي قربتيني عشان عاوزه تخلصي منه باي طريقه عشان تعرفي تجري ورا الدكتور اللي حفيتي ورا سنين وكرفك؟ دلوقتي بقيت انا السبب؟ مش ذنبي ان انت اللي فاشله. انت اللي فاشل وكل محاولاتك فاشله من اول مسحه علي لحد الفيلم الماسخ اللي احنا عايشين فيه ده. اسكتي خالص. مسحه علي؟ مالها مسحه علي؟ اقول لهم ولا تقول لهم انت؟ بس انت كده. استنى يا سيف. ماله علي؟ وايه حكايه المسحه دي؟ البي لما لقاكم بتتخانقوا مع بعض بعد علي ما مات وانك بتتهميه بالاهمال الفرصه سبب قوي عشان تسيبي بيه ياسين. يعني ايه؟ البي قال لكم ان مسحه علي ايجابيه وهي سلبيه. تحليل علي سلبي كورونا. علي طلع ما ماتش من كورونا. يعني مش ياسين اللي عداه زي ما كنتوا فاكرين؟ لا، ذبحة صدرية حادة هي سبب في النوبة القلبية اللي جات له. هي المسحة دي بتعمل معاك ايه هنا؟ هو انت ما وريتهمش المسحة دي؟ لا، ما انا قلت كده ولا كده. الولد مات ومش هتفرق. هو حرام اسيبه على عماه؟ حرام؟ وانت لما قلبك اتوجع ومحدش عبرك ما كانش حرام؟ الفرصة اللي زي دي بتيجي مرة واحدة، يا إما كل حاجة هترجع زي ما كانت وإنت اللي هتندم. يعني أنا ما عادتش علي؟ فضلتوا تتفقوا عليا فوق جثة ابني؟ إيه الغل ده؟ طول عمري يا سيف عارف إنك أسود من جوه، بس مش للدرجة دي يا أخي. طب ليه؟ ده انا كنت بعتبرك اخويا، ده حتى امك كنت بعتبرها امي. صح، حتى امي كانت بتحبك وبتقف ضدي عشانك. انت كنت عامل زي الشبح اللي بيطلع لي في كل حته، من قلبي تاخد مني نهال ومن عقلي تاخد مني شغلي حتى بيتي. كنت ساحر لامي واختي. هي الغد مني كل حاجة بحبها، بس ابتليش حاجة. كنت عاوز أخلص منك بأي طريقة. وجودك دايماً بحسسني بالنقص. كنت كاتب على نفسي. ما أنا زيك. ليه لازم تكون أحسن مني؟ ليه؟ ليه لازم البنت اللي أنا بحبها لما أنت تختارها أنا أبعد وأنت تفضل؟ انت طول عمرك اناني وما بتحسش بمشاعر خيرك. بتضحكش على نفسك يا سيف. انت عمرك ما حبيت نهال. نهال كانت زيها زي كل بنات الشله. انت بس ركزت معاها لما لقيت دكتور صلاح عرفها على ياسين وشفت اعجابها بيه. انت اللي طول عمرك لسه دايما دكتور صلاح يقدرك زي ما بيقدر ياسين. انت عندك عقده من ياسين. غيرة. وطالما انت عارف كل الكلام ده كنت بتخرج معانا على طول ليه؟ وكنت بتشجعني ان انا اتجوز نهال. عارف ليه؟ عشان هقول لك انا ليه. عشان انت ضعيف وما عندكش مبدا وطرطور. انا مش طرطور يا سيف. انا شفت بان ازاي الاولاد بيحبوك، شفت بعيني ازاي ان ياسين متدمر مش قادر يساعد نفسه. هساعدهم ازاي؟ كنت عايزني اقول لك ايه؟ يعني انت كنت بتستغلني زي ما الكل بيستغلني. شيطانك عميك، شيطانك عميك. نهال انت راحة فين؟ نهال انا عملت كل ده عشان خاطرك انت وبلال وليلى. انت نسيتي كنت بتقولي لي ايه عليها؟ انه مغرور وانه ما بيهتمش بيكم، ما بيهتمش غير بشغله ونفسه وبس. حتى لو ما عداش علي، حتى لو ما حصلش كل اللي حصل ده، ما يستاهلكيش. انت محتاجة حد يقدرك ويحبك ويساعدك. نهال ابعد عني، ابعد عني يا سيف. انا لو كنت شايفك سعيدة كنت بعدت، وكنت هبقى مستريح، بس ما كنتش اقدر.
اشوفه بيدمر لك حياتك واقف اتفرج عليكي. يا انا ضحيت بسنين عمري عشانك. لا طول عمري ما عرفتش اتجوز عشان ما تخيلتش ان انا ممكن اتجوز حد غيرك. حتى وانتي رفضاني. حتى وانا في حضن واحده تانية ما كنتش بفكر غير فيكي. هل ده فاشل؟ وانتي عارفه كمان انهم طردوه من المستشفى بفضيحه عشان اتسبب في موت مريض. تشهد ان الدكتور ياسين المصري قصر في عمله مما تسبب في وفاه المريض؟ ركبت لبسات انت. ايوه حضرتك. دكتور ياسين المصري هو اللي تسبب في وفاه المريض. ولولا تقصيره ما كانش المريض اتوفى. شفتي اخره الاهمال ايه؟ البي ما راجعش ورا شغل ولا على الكليبسات اللي تركبت للمريض بعد العمليه. هترجعي له ازاي ده؟ تركبت الكليبسات لوز بالقصد؟ قتلت واحد بريء لمجرد انك عايز تضرني؟ انت بجد عملت كده؟ عملت كده ازاي؟ انا عملت ايه؟ انا عملت شغل. البي اللي ما راجعش ورايا. وعشان ما رجعتش وراك تموت واحد مالوش اي ذنب؟ انت ايه؟ انت مش ممكن تكون بني ادم. بلاش بقى تعيشوا نفسكم ان انا ابليس في وسط جنتكم. التحقيقات اللي اثبتت ان انت اللي مذنب مش انا. انك ما تستاهلش تبقى في المستشفى عشان كده مشوا الكوره في طولك. عارفاني يا انت كمان ما تستاهليش. انت ما تستاهليش حب ليكي. انت استغليتي وقتي انت والولاد. انت ادبيه. انتوا اللي شويتين بوشالة. كنت بتحس بيه وانت بتظلم صاحبك وبتدمر له حياته وانت عينك في مراته وبكره ولاده فيه. كنت بتحس بيه وانت شايف كم الالم اللي عايشتني فيه ده. كنت بستمتع. بستمتع وانا شايفك مسلول وضعيف ومكسور. موت عليك نجدة ليا. وانا مش هينفع. ياسين الفار اللي هجم على الفيران كلها ما قربش من الفار اللي كان بيتشرح ويتاخد منه العينه. جهاز المواد الحافظه ما خلتوش الحراف عليه. جهاز المواد الحافظه ما خلتوش الحراف عليه. انت كنت فين؟ لقيت صيدليه مليانه بضاعه تحت العمارة. وريني شنطتك دي بقى. حسبي. انت بتعمل ايه؟ دي اخر محاولة.
دكتور ياسين المصري، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله القوات وصلت في الوقت المناسب، أنقذتنا وأمنت المستشفى بعد ما أنتم مشيتوا على طول. Egyptian doctor Yasin al-Masri found that عدم الإفراط في استخدام مادة الفورمالين نظرا لأضرارها البالغة على جسم الإنسان، ويكون بنسب بسيطة وخلال التسعة أيام القادمة فقط لحين انتهاء الجائحة. نجاح التجربة المصرية في العبور بالعالم نستطيع من خلالها إنقاذ البشرية من الإنقراض. ايوه انهي يا حبيبتي، انا خلصت عمليات خلاص. كله تمام، هنتعشى سوا. انا حجزت لك بقى في حته مكان مفاجاه. I'm sorry to announce that COVID-27 will be the virus who causes a huge catastrophe.